أستاذ شادي، نقدر نقول نسب لمشاركة المرأة في ديارنا ونسب لمشاركة الرجال بحرفهم في ديارنا وأيضا لذوي الهمم؟ طبعا احنا بنحرص جوه وزارة التضامن على مشاركة كل الفئات، سواء الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأسر المنتجة اللي لسه بتبتدي مشوارها، بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا أكتر من مشارك معانا في ذوي الاحتياجات الخاصة من يعني أعقاد مختلفة، والمرأة طبعا نصيبها كبير جدا معانا في المعرض. يهمنا جدا فكرة التنوع الثقافات. احنا عندنا تقريبا 27 محافظة مشاركة معانا، يعني حضرتك لو انتوا بتجولوا في المعرض هتلاقوا من اول اسوان لغاية سيوة متواجدين معانا في المعرض. ايه اهم المحافظات او الحرف اللي ممكن يعني مشاهدينا ما يكونوش يعرفوا عنها، وحضرتك ممكن تقول لنا عنها ان هذه المنطقة بتشتهر بكذا او كذا؟ احنا الضيف المحلي السنه دي هو شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر، فضيوفنا من الزوار هيقدروا يشوفوا كافه المنتجات اللي بتتم. وكل عام بيكون في محافظه مسلط عليها الضوء، محافظه مختلفه كضيف محلي. السنه دي احنا واخدين شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر بالكامل، هييجوا يشوفوا منتجاتهم سواء من الزيوت او المنتجات الخاصه باللبس السيناوي والتطريز السيناوي المعروف. طبعا عاملين تصميمات جديده ومختلفه تحمل الطابع السيناوي. استاذ شادي، يعني تكرار النسخ بالتاكيد بيحملكم مسؤوليه اكبر في دعم ورعايه الاسر المنتجه والحرف اللي ممكن تندثر، ووجود المعرض باستمرار على مدار العام في اماكن مختلفه وفي محافظات مختلفه، ده برضو بيخلي فيه تنوع في المطلوب من الصانع. بتساعدوهم ازاي ان وقت الصيف المنتجات المفروض تكون مطلوبة منه غير المنتجات اللي بنعرضها في وقت الشتاء، يعني اذا ده موجود يعني، فبتساعدوهم ازاي في الفكرة دي؟ احنا بنساعدهم ان احنا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنوفر التوقيتات او البرنامج الزمني اللي احنا بيبقى عارف العارض قبليها فترة زمنية كبيرة. ان احنا قد ايه الفترة الزمنية دي؟ يعني اكتر من 3 شهور بيبقى عارف ان هو المعرض الجاي في المكان الفلاني في التوقيت الزمن الفلاني، فيبتدي يحط لنفسه البلان ان احنا هنبقى عندنا. يعرف ازاي حجم التسويق يا استاذ شادي؟ يعني برضو تسويق في الشتاء غير في الصيف، في المكان ده غير المكان ده، في المحافظة دي غير المحافظة. يعني دي احنا الحمد لله عندنا عارضين بقالهم سنين موجودين معانا في المعرض، فهو قدر يحدد حجم المنتجات اللي بيقدر ينزل بيها. واحنا كمان بنبقى عاملين نوع من انواع المرونه في ان لو العارض ربنا يعني اكرمه وخلص منتجاته بنسمح له ان هو يدخل منتجات جديده، وهم بقى عندهم من الخبره ان هو يبقى عامل حسابه انه يقدر حجم تسويقه في او نوع المنتج كمان اللي بيتعرض في الساحل الشمالي مختلف تماما عن اللي بيتعرض هنا، مختلف تماما عن اللي بيتعرض في النوادي والبنوك. واحنا بنبقى عندنا من المرونه ان احنا نبقى نقدر نسمح له ان هو ينوع منتج وفقا للمكان العرض. بس ده لو عارض عنده الخبره واشترك معاكوا قبل كده. لو عارض جديد، ايه النصايح اللي بتقدموها له؟ ايه يعني المساعدات او المساندات اللي بتشاركوه فيها علشان تكون اول مشاركه ليه فعاله ليه وليها مردود ايجابي؟ عندنا اداره خاصه بالتسويق والمعارض على تواصل تقريبا شبه دائم مع العارضين، وبنوضح لهم بقى شكل المنتج اللي جاي، خبرتهم من المعرض السابق كان ايه افضل منتج بيبقى موجود. احنا تقريبا في الجروب شكل دائم طوال السنه بنعرف المنتجين او بنضيف منتجين جداد ايه اللي احنا محتاجينه كوزاره، وايه كمان المنطقه اللي احنا نازلين فيها محتاجاه، فهو بيبقى عامل حسابه وهو نازل. يعني ايه المنتجات اللي السنه دي جديده معاكم اول سنه؟ احنا عندنا السنه دي حاجات كده من الكليم، يعني ميكس ما بين الكليم والسجاد، اعتقد ان ده ما كانش موجود قبل كده في السنين اللي فاتت. المنتجات الخاصه باخواتنا من الدول العربيه كان برضو ده اضافه جديده، كان نوع منتج مختلف تماما عن النسخ السابقه. استاذ شادي، الحرف التراثيه
عايزة تتطور بشكل ما علشان تواكب الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي وأسلوبها، بتسندوا العارضين ازاي والمنتجين والحرفيين ازاي ان الحرف دي يتم تطويرها وتكون متناسبة مع ما يطلبه ذوق المستهلك الآن؟ عشان كده قلت لحضرتك احنا كان متواجد معانا السنة دي المجلس التصدير للحرف الأدوية عشان يقدر يوصل للعارضين المعايير والتصميمات، بس ده فيما يخص التصدير وداخل مصر كمان. وداخل مصر كمان يقدر يديهم المعايير اللي يخلي منتجه حتى لو بيعرض داخل مصر يبقى وفقا لمعايير ده يعني بيشارك المجلس التصديري من قبل بقى المعرض مع العارضين، يعني بيديهم بعض التدريبات. واحنا وده اللي كمان اللي هيبقى موجود في حرفي، يعني كارت حرفي هيبقى الاصل فيه ان احنا ندربهم كمان على التصميمات الحديثة اللي يخليه يبقى عنده منتج قابل للبيع وقابل كمان للتسويق الالكتروني، وده اللي احنا بنسعى عليه الفترة الجاية ان شاء الله. ازاي ممكن يعني بقى في خدمات بقى مستحدثة زي التسويق الالكتروني وغيرها تكون ضمن كارت حرفي وتساند وتدعم وجود الحرفيين والحرف التراثية في ديارنا؟ احنا حاليا بنحط كتالوج ديجيتال لكل المنتجات اللي موجودة في داخل ديارنا عشان نقدر نرفع الكتالوج ده على اكتر من منصة تسويقية عالمية عشان يبقى في نوع من انواع التسويق الغير مباشر، يعني يبقى عندنا قنوات مباشرة زي المعرض اللي احنا موجودين فيه وقنوات غير مباشرة زي التسويق الالكتروني اللي هيبقى ان شاء الله متاح خلال الفترة الجاية. كارت حرفي بيسهل فكرة التدريب للمحافظات المختلفة لبعدهم، ولا في بقى يعني تدريبات بتوصل للمحافظات البعيدة زي الأقصر وأسوان والمحافظات احنا بدأنا حاليا في القاهرة والقاهرة الكبرى بشكل أساسي، وكان في بعض العارضين من الإسكندرية، لكن احنا التدريبات دي هيتم وصولها لكل المحافظات عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من العارضين يشاركوا معانا في كارت حرفين. السنه دي 450 عارض، وعلشان كده قسمتوا المعرض لجزئين او لفترتين عشان تقدروا تستوعبوا عدد العارضين وايضا عدد الجمهور والمستهلكين اللي حابين يشتروا من الحرف التراثيه والحرف المختلفه الموجوده في ديارنا. بتستهدفوا في النسخ اللي جاية الأعداد تزيد إزاي، وإيه الخطط لزيادة التوعية للشباب إنهم يندمجوا في هذه الحرف؟ إحنا حالياً يعني فعلاً زي ما حضرتك بتقول بنخطط لفكرة إن يبقى عندنا مساحة أكبر لاستيعاب أكبر عدد من العارضين وعلى فترات أكبر، وده فعلاً إحنا يعني إحنا في المكان ده السنة الرابعة على التوالي أصبح المكان فعلاً محتاج يبقى فيه إضافة كمساحة وإضافة كأماكن للعارضين، لأنه فعلا احنا بقى عندنا يعني الناس بقى تستنى العارضين بيستنوا المعرض ده كأنه موسم سنوي ليهم، فاحنا ان شاء الله يعني ان شاء الله لما تشرفونا السنة الجاية. بتقيسوا نسب البيع ازاي ونسب الحرفة اللي عليها إقبال من الحرفة؟ احنا عندنا سيستم خاص بالمبيعات بالتنسيق مع البائعين، وده بيتم تسجيله بشكل يومي. احنا عندنا كمان لاول مره السنه دي يبقى فيه ريجستريشن الكتروني للعارض ولمنتجاته، كمان الزائر بيجي. عملنا حاجه السنه دي جديده انه احنا بنعمل سحب يومي على المبيعات لكل عارض، بيرفع شكل الفاتوره بتاعته ويحط بياناته للعارضين مش للمستهلكين، لا للمستهلك. احنا عاملين للاثنين، عاملين للمستهلك يوميا وللعارض بعد انتهاء كل الفتره. المستهلك يوميا في ثلاث فائزين، كل فائز بياخد قسيمه مشتريات ب 1000 جنيه يقدر يستخدمها داخل المعرض طوال فتره المعرض، وللعارضين بنعمل كمان هنعمل سحب على العارضين وفقا لاكتر حد عمل مبيعات وفقا للفئه بتاعته، وده هنعلنه برضو. احنا بنعلن يوميا على صفحة الوزارة الزوار، ومع نهاية المعرض هنعلن كمان على العارضين الفائزين.